شحال من شركة وطنية فلست بآلاف العمال، وكانت العامل تاعها يربي يسقى منا 50 مليون في العام، سي الصالير برك، وفلسناهم في واحد العوام ولا لا. دوك مصير العمال هنا عندك 600 واحد انت، ويسقاموا لي ليا مليار دولار تاع استيراد في العام، قلت له في سا نورمال؟ تقول لي العمال يعني العامل نتاعك انت يسقم لي 20 مليار في العام، والعامل الاخر تاع 20 مليون يروح للدار. والحل يا دي مليون شومير دونس. الحل ما يمرش على تتكفلش بهذا، ما تتكفل بالعمال، ما تتكفلش عبر المصنع الوهمي، ما نعطيكش المليار ليك الا عيني في المليار، نمدي بارتي للعمال هذوك ونلقى لهم خدمه جديد اللي وقتها كي يوجد دفتر الشروط هذاك. تفاصيل اكثر ما نعطيكش تفاصيل تاع دفتر الشروط، مي نقدر نقول لك باللي دي سي افريلي سور افريلي.